هاي هلا عمو، هاي حرامية، هاي سرقتش الطمطة وسرقت الشيك. ليكو ليكو عمو، ليكو هون، امسكي امسكي. مو بس انا وياك لفوق، نقعد فوق بالتراس او عندي ولا برا على المرشات؟ حفوت اقترح عليهم نسوي شيء جماعي كلياتنا، مثلا نلعب لعبة، نسوي حركة. قال لك شو؟ اللي بالنبك هيك بدنا نشغله. ايه بالنبك انا الفحم قاسي، الحطب قاسي، عرفت كيف؟ جوجو بدي صور، بلع ميوت. انت بلع ميوت. صباح الخير، كيفكم اصدقائي؟ اليوم صار شيء كتير غريب. هذا الشيء كان غريب وحلو بنفس الوقت. اليوم حكوني ثلاث اشخاص. طونجا كان قايلي بيجي يصور، رفيقتي نانا من الجامعه اللي زمان ما شفتها وكثير مشتاق لها، وكمان في بنت جديده بتصور معنا باليوتيوب لنا فتره بنعرفها ومتعرف عليها وكذا وهيك، يعني انه كان الوقت مناسب. كل هالقصص اجت، ومع انه نحن كنا كان اخي عامل انه هيك جامعه بدهم يشوفوا ويعملوا جو فيها وكذا، فثلاثتهم اتصلوا فينا الصبح، وكل واحد مثلا طبعا عم يقول لي شو جيب لك، نانا عم تقول لي شو عندك اليوم، شو رايك نعمل شيء اليوم، كل القصص اجت مع بعض. فقلت خلاص، حتى لو انه متاخر، حتى لو انه انا ما مجهز الوضع، بس خلاص صارت وصارت، ومتحمس كثير. ما بعرف شو رح يصير اليوم، ما بعرف، ما في اي مخطط، بس قلت لهم قوموا تفضلوا تعالوا نشوف شو بدنا نعمل، وبلشت جهز حالي. يا دوب لحق كمان. لك ما توقعت يطلع بهالسرعه؟ لا، وطالع وشارد كمان. شو هون ولا هون؟ شوف الجماعه. شوف الجماعه مين؟ اجوا ضيوف؟ ايه. اوكي يلا راح انزل. انت شفتيهم؟ شو قلتي لهم؟ ايه جابوا لي شعر. شوف تعال تعال تعال، قلتي لهم احلى وسهلا؟ ايه. اه؟ قلت لهم اوكي. اخذتها من الضيفه بتدخن، لانه هي مكتوب عليها الزمن الجميل. الزمن الجميل، انا اللي ساعه ناطره. اخذت زمن جميل. طيب رح ناجل الشو شوي صغير. اوكي. هيك بصير احسن. بدي شارك معهم بالحديث، بس ما بدي الدخنه تفوت لجوا، فبفتح الباب زدت لهم كلنا. يو في فيك تاخذ المنقل لهنيك؟ فيك تاخذ هذاك الطرف لهنيك؟ شو رايك تاخذه انت؟ بصير بقى بساعد انا. يلا. مو عم تسال وين طبنجة؟ ايه. اظن هو بهذا الباص. وين شعراته. هلا طبوش. هلا. شلون حمره؟ والله مشتاق. جبت فحم؟ ايه. والله لما قلت لك انه كان في كان على حسن مضبطين، انا قلت لك هيك انه احتياط. هلا نقصه. عارف عارف انا شو جايب لك. ارجيله معي اليوم. أرجيلة؟ ممتاز ممتاز ممتاز. اوكي خذ هيك فحم. ايه وين انت؟ ما وين معي؟ في لو عرفان نضبي. بس جيب لنا فحم وهيك شكلها بعيد. لك وسام الله يغذيك، شو لابس؟ ها؟ شو لابس؟ والله شلون؟ لك عين تسوق فيها طلعي انت. موديل موديل شكلك، شو فهمك؟ ايه شو فاهمك بالستايلات؟ انا وياسمين فاشينيستاز. انا لابسه بوط على لا بوط هي لابسه. ايه انا وياها بشكل عام يعني. سيك ودي لي بالله هذول شوي لتحت، اعطيهم اياهم من بنياهم. شو عم تقولي؟ عم اقول شو مهند على اساس بشغل هو الجمر من دون فحم، قال بالحطب بس بشغله. ايه قال لك شو؟ اللي بالنبك هيك بدنا نشغله. ايه بالنبك انا الفحم قاسي، الحطب قاسي، عرفت كيف؟ اختلف على ال لا لا انا كنت غلطان. انت كنت غلطان؟ لحظة بس، هي يعني لازم هي مثل راس السنة بيجي مرة واحدة بس لازم. شو؟ أنا كنت غلطان. وات؟ أوكي حكيتني نانا قربت، هي رح نروح نجيبها هلا. نانا! هاي هلا شلونك؟ الحمد لله تمام. طولت كثير؟ أول مرة أجي أسافر بدون جواز سفر. هاي أصدقاء، اليوم رح ننزل فيديو جديد، بليز اشتركوا بالقناة. والله العظيم انه الك وحشه نانا. والله اي ميس يو سو ماتش. شلونك شو اخبارك؟ البرد مو زاكي لابسها صح؟ اظن ما بتعرف هي شو معناتها كلمه زاكي. طبعا بتقله بتقله طيب. ايوه اللي مو طيب لو يسعى تركوا الدنيا وتخلوه. عمو شو عم تعملوا هون؟ هي بدها يعني اخبيها مشان تاكل. عمو يلعن ام كيس الشطه مثل اللي سوى بيناتنا هيك. لك عمو كله كيس، شو اسمه هيك؟ هجرتي لحالي وتركتيني انا وياه. لك كل يوم بعلمها نانا.
بنعرف انه اياها بنلعب بعلمها وبندرس وبنلعب. تعلمت شيء ثاني اليوم. شو علمتيها؟ انه وسام ما بياكل معك؟ وسام ممنوع ياكل. طيب تطلعوا لفوق نقعد فوق بالتراس او عندي ولا برا على المرجات؟ المرجات. انا ما بعرف فوق ولا تحت. انا بخبيها مشغولة. لا هي اللي خبيها. شو نرجع يكون يلا تصويت؟ انا ما بعرف يلا المرجات. المرجات؟ اوكي. بسرعة تخبي. ما بعرف. كيف ما بتعرفي؟ وين خبيتي ولك؟ هون هون. وين هون؟ ايه حبستي؟ ايه وين؟ بالحمام. شاطرة. مش عم ما يطلع. مش عم ما يطلع؟ معلش ليش حبستي؟ لا مزبوط مزبوط ما بصير. ما بصير يطلع. يا هي حبسته مش عم ما يطلع بعدين يتخانق هو ومايا صح؟ هو بيلعب مين سمى مايا؟ هيك سموه مايا عادي. اسمي مايا كنت انتحرت. لا بس مو مايا بتجنن ولا شوف هلا اخذتي من من الشيبس مو انا اخذت بلا بلا عمو هاي حراميه هاي سرقت ايش الطمطه وسرقت الشيبس ليكو ليكو عمو ليكو خبيتي هون كانت امسكي امسكي مو بس انا وياك ممنوع وسام ياكل صح؟ لا انا اللي اعتذر تعالي اقعدي جنبي اقعدي جيجي اقعدي جنبي جيجي مش جوجو لا لا ما صالح ما صالح ارجع اجيب لك اشياء ذكيه تعي تعي افتحوا بعدكم افتحوا انا جنبي مشان افتحوا اصحابك يلا ديما بدي عد الساعه ديما يا اهم شيء راحتك حبيبي حفوت اقترح عليهم اقترح نسوي شيء جماعي كلياتنا مثلا نلعب لعبة نسوي حركة اوكي نانا بدي اخذ رايك بغرفة المتواضعة ثواني بس شغل هذا الضوء الازرق اوكي اتس فيري نايس بس بدك لوحات حلوة والله نفس الفكرة قلت له صح؟ قال لي علق هاي اللي وراه اللي هنيك بدك لوحات حلوين حلو بدك هون تحط اشياء هاي جديدة لسه امبارح ركبتها ما يعني لسه ما حاط عليها شيء لسه امبارح ركبتها انا عم جيب الشغلة انا بركبها بايدي عرفتي كيف؟ بدك ستارة لحظة شوي جوجو انت شو عم تساوي هون؟ لك شو مثل فيه؟ لا لا هون ما بصير ما بصير هون تحت اوكي ستارة وشرشف يعني طبعا بحترم انه بتقول مستحيل انه ما برضى اعيش ما بقبل اعيش انه يكون غرفتي هيك بس بتصدق انه اذا يكون في غرض زايد مثلا اذا في مثلا شنتاي عم طلع على برا يعني مبسوط انه ما في شيء الغرفه عرفت شو الفكره يعني نوع ما بعرف نوع من لا ما وزع عجقه الاغراض بس معك حق معك حق هنيك البردايه يعني عم تقول هيك ناقصها سمثينج نايس ناقصها شيء على هون بجوز بعد نفس الأبد everything is nice اللي انت حاطه ما في شي بده تغيير ايه بس انه مو زيد كثير يعني كل الحيطان تصير فهمت عليكي هلا نيك انا كنت ما وحشاشة هون مثلا شاشة. لكي هون اذا بيحط مثلا مثل هيك نباية نفخ نو 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 كنت حنحط شاشة هون بالمرة مطبخ يفتح لا مو على فكرة هذا هون فيني اذا فيني ستوني سوى مطبخ امريكي صغير هون نو 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 لا قصدي انه هن من يعني من الاساس اول ما اخذت المكان قالوا لي انه هون في له تمديدات ايوه يعني مطبخ امريكي بيقولوا له بس هون ممكن احط شاشه بس مو هلا بعدين هلا يعني ما قدرتي الفكره انه بس معك حق هذيك مزعجه هاي لازم تكون بس مثل هاي كانت حاجه يعني يعني هاف تو بوت نفس هاي هون فهمت عليك حتى لو بلاقي منه ممكن لاقي منه يعني نفسها تركبها هون وعاد بتفتحها المدرج ده مسكر بس احلى تكون موجوده عندك ايه بس لا معك حق على هاي القصة يعني مثلا ايماجن هدول انت يعني ليش هون؟ شو هن؟ هلا انا بعدني ما حددت لهم مكان يعني طلعتهم من الكرتونة بدي اقري شو مكان منك واليك بعد ام شوي مهند عم يقول طالما منك واليك ايه شوي اوكي شكرا لوك حتى هون يعني هذا كمان يعني هذا كمان سكره وحط كراكيعك فيه هون كان اخي عم يحكي لي قلت له انه قلت له نجيب كراسي في عنا كراسي نحن تحت كامبري كبهم تبعات الطاوله قلت له نجيبهم نحطهم هون قال لي بتصير تشتي عليهم الدنيا فاتفقنا انه هي نصير نسوي لهم بيتهم هون
بيت الكراسي هون بس نسكر له عشان المطر. كراسي لهم بيت. اه يا دنيا. شو بس معك فكرة متسولة يا زلمة. على أساس إنه هي إنه شو إنه قاعدة بالآجار عرفت شو. والله صراحة أنا متسولة ببيت أهلي مع اخي. احكي احكي معلومات اكثر. انا عم صور وين موقعكم بالذات عشان يجي يغتالوك. بجوز هي متعودة بالنسبة الى هذا السكون. لا بالعكس هلا كانت عم تحكي له. لا انا صرت احبه. ايمت ما بدك؟ شغل المكان؟ اوكي 3 2 1 اكشن. يلا يا حلوين قولوا لي اين يكثر الذهب؟ ممتاز حلو. ايه بس اطلعت على الكاميرا هاي انه اخر شيء بنوب يعني على طول. مثلا انت طالما انا ما وقفتك يعني هاي كتمثيل مو انا يعني اللي واقع. انا ما اعرف انت رح توقفني. ها انا ما اعرف انت رح توقفني. هي على طول هيك مثلا شو مثلا بتلاقي مثلا وقفت التصوير طالما مثلا كات انت بتعطيني كلمه وقت انا بقول كات. اوكي ايه بس انه الفكره انت طالما انت كنت عم تشتغلي شيء حلو انا تمام مصور يعني انت كنت هيك كفيت انا كنت قاعد مستمتع لحد ما انت تخلص كل افكارك وقتها مثلا بتعيني هو الـ يعني انه انت بس عطوه مثلا بيجي نكون عم نحكي حوار هلا بعدين بجوز نصور سكتشات تمام. بس انا بقول له طبنجة مثلا بدي امثل دور هلا بقول له طبنجة كيفك شريك وبروح بيطلع الممثل دغري بيوم بيطلع بالكاميرا مشان نشوف انه زبطت معي ما زبطت معي كانت حلوه ما كانت حلوه. كيفك شريك بيطلع بالكاميرا بيجي لعم يمنتج بيقول مثلا كيفك شريك بدغري بتلاقي وشه هيك بلش فلا انت خلص واحد بكفي كيفك شريك تمام. احيانا بتقول لهم 10 ثواني قبل الاكشن و10 ثواني بعد الاكشن بعد الكات 10 ثواني بعد الاكشن 10 ثواني قبل الكات انه اعتبريها انه حقيقه عيشيها كفيها دور. اوكي حتى اذا بدك ترتجلي هلا بهي اللقطه فيك ترتجلي مثلا فيك مثلا بعدين هلا مو اول بنصها مثلا خبطي بالقلم تمام. بس اللي كنت ساويهم تذكرهم بحيث اذا انا اذا هي زبت قلم انا وياك ناكل القلم. اذا هي كذا حسب المذكره بس حسب حتكون ردة فعلي او اذا تكون هيك ثقيله حتى انا حلو هلا تدريش حنبلش تمام. ارجع هيك مو تصوير هيك مو تصوير بدك انت تمسكي الكاميرا وتصير تصوري مره من هون مره من هون تحكي رايك تفتي الكاميرا عليكي تعطي ردة فعلك بدون ما تحكي تسوي هيك كذا حركات ما هيك تصوري لي اياها ساعة زمان شو ما كلها هيك حصوري على الكاميرا يعني هلا الكاميرا مسائلة 3 دقائق لو تاركينا مثلا 10 دقائق مين بده يمنجو هذا والله ما حدا يمنجو الا انا شو هي الكاميرا صارت مثل الكاميرا المراقبه صوري طيب. وقفي وانت هلا انا رجعت ردت فعل تبعت هي المقطع ولا تمام للزائج روحه انسى. اوكي حاليا خلصنا نحن سكتشاتنا البنات وهلا دورهم هنن بس ليك وليك وليك بدورهم كيف بيقعدوا كسولين كسولين انسي علقي لي بنقطة ببعث لك التفاصيل بيناتنا سمايل ما بيمشي الحال؟ لا ستيكر فجروا لي ستيكرات شباب